السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء باللقاء بكم مستمعي الأفاضل في حلقة أخرى من برنامج نخل ورمان، ونرحب دائما بفضيلة الدكتور الكريم محمد الفيد، الأستاذ الباحث بمعهد الحسن الثاني بالرباط للزراعة والبيطرة والخبير المتخصص في علوم التغذية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الجليل. أهلا وسهلا، مرحبا. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتحدث عن نبتة الزعتر. الزعتر نبتة عطرية وهي موجودة في المغرب، طبعا هناك من ينطقها الصحتر أو بالصاد الصعتر، وهو نبات عشبي ينمو بشكل عفوي. وطبعا الزعتر معروف منذ القدم عند أجدادنا في عدة استعمالات كمخفف للأوجاع أو أوجاع البطن، وكمسكن للسعال، ويضاف للشاي وتنكيه بعض الأطباق مثل أكلة الحلزون المعروفة عندنا هنا في المغرب والعديد من الأطباق خاصة السمك. ومن فوائد الزعتر أنه معقم وقاتل للجراثيم والبكتيريا والالتهابات الفطرية، وله خاصية أنه يسهل الهضم ويدفئ الجسم، كما يحتوي نبات الزعتر على مواد شديدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان. إذن كل هذه المعطيات سوف يوضحها لنا فضيلة الدكتور محمد الفيد الخبير في علم التغذية، مشكورا. وقبل ذلك مستمعي الكرام، أذكركم بالبريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان او التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على الموقع الاجتماعي للفيسبوك، ولولوج هذه الصفحة يكفي أن تكتبوا نخل رمان إميسيون، وذلك للطرح أسئلتكم. فضيلة الدكتور الكريم محمد الفيد، نبات الزعتر طبعا لا يخلو أي بيت من هذه النبتة العطرية، خاصة مجففة ذات الرائحة القوية الزكية. طبعا خلال بحثي عن معلومات خاصة بالزعتر وجدت أن هذه النبتة تعالج الكثير من الأمراض، مع العلم أن أجدادنا استعملوها في المطبخ أكثر من العلاج. نعم أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المشكل، لأن هناك يعني فرق ما بين يعني أشياء يتناولها الناس للوقاية وعليين لكي تبقي الجسم على أحسن ما يرام، وأشياء لما يقع المرض ما يبدأ الناس يستعملون هذه الأشياء للعلاج. فهنا علينا هناك طرحان مختلفان تماما. فنحن نتكلم عن هذه الأعشاب التي اخترنا المعروفة والمعهودة التي يعرفها الناس، لأنها تدخل مع الأغذية. الناس يضيفون الزعتر إلى الحليب، يضيفونه مع الشاي، يغلى مع الماء ويشرب في كثير من الحالات. عليهم هناك من يشربه هكذا للوقاية، هناك من يشربه لأن أصيب بالبرد أو لمغص في الأمعاء والمعدة وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله سنأتي على هذه الأشياء من الناحية العلمية. ومعروف يعني استهلاك الزعتر معروف وليس فيه أي سر، ويعني علميا يعني إن شاء الله سنأتي على دوره في تقوية المناعة، لأنه هو محفز للأبتوزيس، والأبتوزيس هي يعني الحادث أو المفاعلة الفيزيولوجية داخل الجسم التي تقي من السرطان، التي تجعل يعني الجسم لا يصاب بسرطان. يعني الأبوبتوزيس هي ليست واضحة حتى في التفسير، لأنه انتحار الخلايا أو يعني تنقية الخلايا هذه الغير عادية من الجسم وما إلى ذلك. لكن يبقى الأبوبتوزيس هو يعني هذا انتحار الخلايا، ولكن ليست أي خلايا، يعني هذه الخلايا التي لا يعني لا نريدها. فكلما كانت هذه الأبوبتوزيس مرتفعة في الجسم، كلما كانت يعني المناعة مرتفعة، ولو كلما كان يعني هناك يعني فيزيولوجيا مضبوطة يعني في الجسم. فالزعتر موجود في المغرب يعني بكثرة، يعني منطقة سوس يعني هو هذا النوع القصير، وعليه هما الكيموتيب هو اللي يتبدل، أما هو نفس النوع ونفس الصنف. كاين في نواحي بني ملال مثلا في الأطلس أفورار، يعني حتى الخنيفرة، نواحي مكناس يعني في السايس كذلك موجود زعتر بكثرة، موجود في جميع المناطق عليهم. يعني هذا الزعتر هو عفوي، نبات عفوي وغابوي ينبت لوحده. مع الأسف الشديد أن ترشيد هذا قطف
أو جني هذا الزعتر الناس لو كينتفوه ولو كياخذوه بواحد الطريقة بشعة. نعم عشوائية. خاصة على الأقل ياخذوه بطريقة جيدة باش الجذور ديالو تبقى في الأرض باش يعاود ينبت ويعطينا من جديد. نعم. من جديد يعطينا نبتة. والزعتر كذلك من الأعشاب أو النباتات التي يرعى عليها النحل، فهناك عسل الزعتر وهو العسل الوحيد في المغرب الذي كان له ثمن مرتفع. المغاربة هم أذكياء، وأن نلاحظ أن في الستينيات والسبعينيات أن المغاربة عزفوا عن زيت الزيتون والعسل. نعم. يعني مبقاوش كيشريوه من السوق، لماذا؟ لأن أصابهم غش، وأن هذا النحل اللي كيتنقلوا به الناس، يعني النحل المتنقل هو إذا قالوا بأنه عسل طبيعي فهم قد كذبوا على الناس. يعني لا يمكن أن يكون عسل طبيعي والنحل النحل متنقل، يجب أن يكون النحل ساكن، يعني قار، يعني لا يعني في المنطقة لا يتحول ولا يعني لا ينقلونه. أما الذين يأخذون أشباح من جميع المناطق من المغرب خصوصا من منطقة الغرب ثم يأخذونها إلى الأطلس ثم تملأ هذه بعض النباتات مثل نبات الدغموس ومثل الزعتر والخروب وإلى ذلك، ثم يقول الناس أن هذا يعني عسل جودة عالية وأنه طبيعي وأنه يشفي وأنه يعالج، فهذا كذب على المستهلك، هذا كذب. لأن يجب أن يكون النحل قار وأن لا يعطيه شمع وأن لا يعالجوه وأن لا يقربوه، بل يعني يجب أن يكون قريبا من الماء وأن يعمل لوحده هذه الخزامة، وكذلك الزعتر آخر ما يملأ منه الخزامة والزعتر. لكن هناك أنواع كانت موجودة في المغرب لم تعود، يعني مثل القصبور، يعني عسل القصبور، يعني كان الناس كيحرطوا القصبور وكان كيعمر منه النحل لأنه هو أحسن أنواع، لأن عسل أسود هذا عسل القصبور رغم أن زهرة القصبور زهرة بيضاء. من الخشاش الذي خصه الله سبحانه وتعالى بآية في سورة النحل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فهذه الأشياء التي ذرأها الله في الأرض هي يعني منها زعتر ومنها نباتات عطرية ونباتات طبية أخرى. فالزعتر نباتات يدخل مع النباتات العطرية ومع النباتات الطبية مع الأعشاب الطبية. لما نقول أعشاب طبية فلا يعني على أن هذه الأعشاب يعني سيشربها الشخص أو يتناولها ثم يشفى، يجب أن تكون في النظام الغذائي. نعم، كأشياء طفيفة مثل بعض الأشياء العارضة، الأشياء العارضة مثل مغص أو مثل بعض التسممات أو مثل بعض التقيؤات، هذه الأشياء يشرب الناس زعتر لأنه مطهر، لأن طبعا مطهر للجهاز الهضمي جيد. نعم، يشرب مع الشاي ومع اللويزة ومع أشياء يعني بعد التسمم، من الممكن الشخص عنده تقيؤات يعني بعد التسمم. نعم، يشرب الزعتر. نعم. ثم يجب على الشخص لا يأكل بعد ذلك المتسلل. نعم. اللي إذا أصيب بتسمم أن يشرب ماء بكثرة أو يعني شراب الزعتر أو شاي أو لويزة أو أي شيء ويشرب كثير من الماء، ولكن لا يأكل، يجب أن يتوقف عن الأكل. لماذا؟ لأن هذه التوكسينات الأنتيروتوكسينز التي تحدثها البكتيريا أو تفرزها البكتيريا تحدث انزعاجات على مستوى الأمعاء، وهي التي تحدث هذه الإسهالات، يعني إسهالات عادية مثل ستافيلوكوكساي مثل الباسيلوس مثل كلوستريديوم بيرفرنجنس وأشياء. هناك إسهالات خطيرة مثل إسهالات حمى التايفويد مثلا. نعم. يعني وهذه إسهالات حمى التايفويد هي مصحوبة بالحمى بالارتفاع الحرارة، فهذه يجب أن يراجع الشخص الطبيب في أقرب وقت أو أن يذهب إلى أقرب مركز صحي في أقرب وقت. نعم. يعني في هذه وصيات حمى التيفويد ليست يعني سهلة. نعم. فيبقى هذا الزعتر أولا هو ليس فيه أشياء غذائية ولا يحتوي على أشياء غذائية، يعني شنو المواد التي يحتوي عليها؟ أشياء تحفظ الجسم. لأن الله خلق أشياء للطاقة كما نقول دائما، وخلق أشياء تحفظ الجسم، خلق أشياء تنظم الجسم، خلق أشياء تضبط فيزيولوجيا الجسم، هذه خلق أشياء تنكي الأكل لكي يأكل الناس جيد، وفي نفس الوقت هي تنكي وفي نفس الوقت لديها يعني دور في هذه التغذية. فالزعتر هو عنده رائحة زكية، ولكن إذا كثروا منه الناس يقول لي عنده مذاق مر، ولذلك فيجب أن لا يكتروا منه. ليس بالضرورة أن يعمل الشخص يعني واحد قبطة زعتر ولا يعمل حفنة زعتر مع بعض الوريقات، يعني قليل ما يأخذه بأصابع قليل من الأوراق، يعني زعتر تغلى مع الماء أو تنقع في ماء ساخن وتبقى يعني حتى يبرد هذا الماء وتشرب فقط. أما إذا استعمل الزعتر كاملا، كانوا كيستعمل المغاربة كانوا كيستعملوا في السمن على الخصوص. نعم. هذا لأنه هو مضاد للأكسدة، وكان كي ما كيخليش السمن يتأكسد، يعني يحول دون تأكسد. عندي سؤال هنا، لماذا يضاف الزعتر للسمن الحار؟ الرانسيديتي هذا يعني ضد هذا الرانسيديتي، هذه تأكسد المادة الدسمة. أنا طبعا المادة الدسمة يكون فيها يعني طعم الزنخ.
طعم الزنخ في السمن ما يقبلوش الناس، يعني يعني هذا يعني المادة الدسمة لما تتأكسد تعطي طعم قوي جدا لا يقدر لنا رائحة وقع طعم، ولذلك كانوا يعني هذا يستعملونه في السمن لأنه يحفظ السمن ضد التأكسد وفي نفس الوقت يعطيه عجيب. مذاق جيد يعني، وإذا كان السمن اجتمع مع الزعتر يكون أحسن لأن عجيب. تكون حمضيات دهنية حرة، يكون أشياء أخرى جاءت من الزعتر ويكون مادة غذائية يعني جيدة عالية. يعني ما لازال بعض المناطق يضيفون الزعتر كله، أوراق الزعتر مثل منطقة سوس مثلا يضيفون هذه الأوراق اللي تكون موجودة. ثم هناك مناطق أخرى مثل الشاوية وقصب التادلة ودكالة، ويعني حتى الغرب هادو يغسلون الزبدة بماء الزعتر، يغليوا الزعتر ويغسلوا به الزبدة ويملحوا يعني يهيئون السمن على هذه الطريقة. جيدة. نعم جيد، هو حافظ لماذا؟ لأنه هو مضاد للجراثيم، يعني غادي نشوفوا بعد المكونات عاد نشوفوا الخصائص. مكونات الزعتر هي الزيوت الطيارة، هي كاين هناك الكالويدات وهناك مواد دابغة، كيلاحظوا الناس على أن الزعتر ملي كيتغلى كيعطي ماء أسود أحمر أو أسود. هذه فيه مواد مضادة للأكسدة كنسميهم الفيتوكيميكولز. هذو الفيتوكيميكولز هو الزعتر، هو النبتة الأولى يتبعها الهيبسكوسي الكركديل. كيتباع الزعتر فيما يخص هذه، ثم الشاي. هو الزعتر أقوى من مواد دابغة، أقوى من الشاي، لأن كيلاحظوا الناس إلى غلاوه وتركوه يعني لوقت كيولي أسود مشي أحمر يعني هذا. فهذه المواد الدابغة هي التي جاءت في هذه الآية، ولذلك تكلم الله سبحانه وتعالى عن اللون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، نعم هناك ألوان كثيرة للنباتات والأزهار وما إلى ذلك وأشجار، ولكن اللون الأخضر يطغى في الطبيعة، إنما اللون هنا يذهب إلى ما هو أبعد، هو الأشياء التي يتغير لونها. يعني لما كنغليوها كيتغير اللون ديالها، من الزعتر منهم الخرشوف منهم الرمان منهم التفاح منهم الفلين، يعني الاشياء هذه لما تجرح يعني يتغير لونها، تعطيك لون اسود او التفاح احمر سفرجل. فهذه هذه الاشياء التي يتغير لونها هي اشياء محمله بالبوليفينولات والفلافونويدات والانتوسيانات. الانتوسيان موجود مثلا في البنجر في الباربا وموجود في العنب الاحمر، ولكن البوليفينولات والفلافونويدات موجوده في النباتات الاخرى بحال الزيتون مثلا تايروزول والهيدروكسي تايروزول، هذو بوليفينولات. ثم الزعتر يقارن تقريبا هو نفس القوة المضادة للأكسدة الموجودة في أوراق الزيتون هي موجودة في الزعتر، ولذلك كانت أبحاث أجرية في المغرب على أوراق الزيتون وأوراق الزعتر فيما يخص الأبوبتوزيس، لكن الزعتر يزيد في الأبوبتوزيس أكثر من الزيتون، والزيتون يزيد في الأبوبتوزيس أكثر من الأعشاب الطبية الأخرى التي تستعمل عند الأعشاب. رغم أن أوراق الزيتون هي أحسن عشبة، ولكن مع الأسف لا تزال مهملة هذه. مش غير الزيتون، أوراق جميع الأشجار حتى الصنوبر حتى الرمان حتى التين حتى العنب، إذا كان ما مرشوش بالمبيدات طبعا، يعني إذا كان طبيعي، يعني من الناس إذا خذوا الأوراق مرشوشة بالمبيدات غتكون كارثة. فأولا هذه المواد الدابغة، هذه البوليفينولات والفلافونويدات الدائبة في الماء، هي لا توجد في الزيوت الطيارة، باش نكونوا واضحين. لما الناس من اللي يعملوا تقطير ديال الزعتر ويقول بأنني عندي الروح ديال الزعتر، هذا كذب. موجودة في هذه الزيوت الطيارة لا تمثل إلا 25 أو 30% في القوة الكابحة الموجودة في الزعتر، لأن يعني الدراسة اللي جرينا احنا مباشرة جرت على الأوريغن على الزعيترة وعلى الزعتر على التايم، هذه يعني منشورات هذه دولية اللي بينا فيها أن الزعتر لما يستعمل كله عنده أكبر قوة كابحة، لما يغلى في الماء تنقص القوة الكابحة، لما يقطر تنقص القوة الكابحة، يعني هذه يعني على الخمائر وعلى الجراثيم وعلى هذه الأشياء. ثم هناك أشياء أخرى، أن هذه الألكالويدات والبوليفينولات الموجودة التي تدوب في الماء التي ليست طيارة، يعني لا غير موجودة في زيوت الطيارة، ولذلك أنا دائما أتحفظ من استعمال زيوت النباتات، أتحفظ. رغم أن واحد ظهر ما يسمى بالأروماثيرابي، والأروماثيرابي استعمال الزيوت أو ما نسميه هذو العطر العطور المستخرجة من بعض النباتات، ولا حتى يعني الفلوري ثيرابي، يعني استعمال أزهار هذه النباتات. هذه أشياء موضوية فقط، هذه موضة فقط في العلاجات، ليست علاجة. ما العلاج هو لما يطحن الزعتر يكون يابس ويطحن ويستعمل كمسحوق، يضاف إلى الخبز، يضاف إلى الكسكس، يضاف إلى الحساء، يضاف إلى جميع المواد الغذائية، يعني حتى العصير.
عصير ممكن الشخص يعمل عصير ويضيف ليه نقيع الزعتر، يعني هذا هذه هي الاستعمالات الجيدة للجسم، خصوصا لما الناس اللي عندهم أمراض ثقيلة وتراكمات، يعني ويجب أن يعملوا كلينس أولا، غسل الجسم. الناس اللي مصابين بالأمراض المناعية والسرطانات يجب أن يقوموا بالكلينس، لما كانش غسل الجسم ما كانش علاج. أنا أقول كلامي وأعلم ما أقول، وكلامي يعني عنده أساس علمي. من المستحيل أن نعالج أي مرض بالعقاقير دون أن نغسل هذا الجسم من السم، من المستحيل. أنا أقول من المستحيل، ولو أن الناس يتناولون العقاقير ويقول لك أنا أحسست بأنني لباس ولا يعني بخير والحمد لله، ولكن لو كان عمل كلينس لكان أحسن. هذاك الشيء هو التفاوت الآن الموجود في العلاج. مثلا بالكيموثيرابي هناك تفاوت كبير، كاين الناس اللي تعالجوا عليا يعني يعني نسبيا، ماشي من علاج علاج ولكن نسبيا، ولكن هناك اشخاص للكيميوثيرابيا زادت في السرطان، يعني انتقل الى العظام وانتقل الى اعضاء اخرى. لماذا؟ لان الجسم لا فيه تراكمات ديال السموم، ويجب ان يغسل اولا الكلينس هذا الجسم، خصو يكون عنده. والامريكي الان ولاو كيراهنوا على هذه الطريقه ديال ديتوكسيفيكاسيون، هذه كلينس، يراهنوا على غسل الجسم قبل استعمال اي دواء طبيعي ولا كيماوي، اي دواء. المهم اولا مرحله ديال 21 يوم 3 اسابيع غسل الجسم. لا يتناول فيها الشخص أي شيء، لا كيموثيرابي ولا راديوثيرابي ولا هرمونوثيرابي ولا عقاقير ولا أنتيبيوتيك ولا أي شيء. غسل الجسم أولا. هذه المرض أمراض ثقيلة، خصوصا الأمراض المناعية والسرطان وأمراض القلب والشرايين. أمراض القلب والشرايين هي أسهل ما يكون، إذا كانوا الناس يعملوا كلينس أسهل ما يكون، ولكن مع الأسف هم الناس كياخذوا خمسة سبعة العقاقير. ولكن ولكن الشخص لا يحس بصحة جيدة. فلو كان عمل كلينس هذا الشخص هذا ما كان يتفادى الأدوية، يعمل كلينس فقط. يعني أمراض القلب الشرايينية ليست أمراض جرثومية، ليست أمراض يصلحوا لها العقاقير الذي يتناولها، هي عقاقير تجري الدم، كتخفف الدم لكي يمر من الشرايين، لأن هناك انسدادات وضيق، وهناك أشياء يعني بلايكس، هذو يعني صفائح اللي الآن موجودة سدادات يعني في هذه الشرايين. فالناس خصهم يعرفوا أولا طريقة العلاج، وليس يعني لطريقة، أنا أقول طريقة العلاج، وليس يبحثون عن خليط خلطات ووصفات وأعشاب نادرة، ويعني هذه أغريس الراس الحجار بالرزطام، هذه الأشياء، هذه الخزعبلات. يعني هناك طريقة، وليست العشبة هي اللي كتعالج، الطريقة، طريقة العلاج. أن الشخص يأكل جيد يعني بالنسبة لنا احنا نعني بها الأكل الطبيعي النباتي الخالي من الدسم ومن المبيدات، والخالي من المضافات الغذائية، والمطهي في الطين، والمطهي بزيت الزيتون، وليس مطهي تحت تحت الضغط. نعم. 120 درجه ولا 110 درجات، وليس لا, لا, لا يجب ان يجب ان ان ان, أن يمتنع المريض. الناس اللي صحاح راه متياكلوا ما كنتكلموش عليهم احنا. نعم. ولكن المريض يجب، هذه اشياء نحن نتحمل مسؤوليتها، المريض يجب ان يمتنع عن جميع المواد المصنعه والمعلبة، وأن يطبخ في منزلي، وأن يأكل أشياء نيئة طازجة يكثر منها، وأن يكون نظامه نباتي، وأن يدخل زيت الزيتون. زيوت صناعية ممنوع على المرضى، ممنوع على المرضى. هذه يعني نحن عندنا أساس علمي، لا يمكن المريض يأخذ الترانس وستياريكول بي أش أبي أش تي وعاد يزيد يقلل بيروكسيدات والمسائل ويطيب في الألمنيوم يزيد هذا، هو مريض وعنده أمراض مناعية ويأخذ دواء، لا يمكن. ولذلك هذه الحلقات اللي سجلنا على هذه الأعشاب العطرية من الزعتر، الزعتر ليس هو عشبة طبية، ولكن داخل في ثقافات الناس الغذائية. قدرت واحد يكذب على المغاربة يقول لهم غنبيع عليكم الزعتر يعالج، ولو أن الثمن ارتفع. نعم فعلا، مع الأسف. وهذا هو اللي ما بغيناش، لا نريد هذه الأشياء، لا نريد، نريد أن يأكل الناس طرف الخبز، نعم معقول، في حدود المعقول وفي حدود المعهود عند المغربي المستهلك. نعم. المغربي. نعم. أما الزعتر ينتقل من 3 دراهم ل 150 درهم، فهذه غادي تولي ماركتين، وغادي يولي تضارب، وغادي تولي تحايل، وغادي يولي كذب، وغادي يولي غش، وغادي يولي أشياء خطيرة في المجتمع، وماشي غير الزعتر. نعم. يعني حم سكينجبير، الزنجبيل. نعم. المغاربة كانوا كيشريو 60 ريال ديال السكينجبير، المغاربة الآن ما يقدروش يشريو 150 درهم ديال السكينجبير، ما دير لهم والو. وعاد السكينجبير هذا الزنجبيل اللي داخل طازج للخصوص النساء كيتعاطوا ليه، هذا مغير وراثيا، باش الناس يكونوا واضحين، يعني هذا لا يمكن يكون طبيعي، من المستحيل يكون طبيعي، لأن هذا المشكل ديال السوق ملي كيكون واحد الطلب مرتفع ما كيبقاش المنتج يبالي، خصو غير الكميه تكون في السوق، ما بقاش يبالي هل هي جيده ولا ماشي جيده ولا جوده. بالنسبه للسكينجبير تيكون كارم، واش هو طبيعي؟ هو المغاربه كانوا كيستعملوه يابس، واش هو طبيعي؟ وكاين الناس اللي عقبوا عليا انني قلت بانه لا يصلح لشيء، اعيدها 5 مرات، لا يصلح لشيء.
الزنجبيل يوقف الغثيان عند المرأة الحامل كيسخن، وطبعا كيعرق، ومن الأشياء اللي داخله في الكلينس كيسخن الجسم، كياخذوه الناس في فصل الشتاء كيضيفوه للشاي، كنا كنزيدوا واحد شويه في البراد ديال العتاي كيشربوه الناس باش النيف ما يبقاش يسيل وباش الناس يسخنوا فقط. نعم. اما انه يعالي السرطان وانه يوقف بعد هذا كذب على الناس. نعم. سكين جبير خلق هذا الزنجبيل. الانسان دائما كان كيعرفوه، المغاربه دائما كانوا كيعرفوه، ماشي عاد دابا نزل من السماء فقط، هذه شيء. ولكن الناس ملي كيخلطوا بالخطاب الديني، يعني كاين واحد الشخص على واحد الفضائيه قال لي بانه شراب الجنه عينا، يعني كان شرابهم زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، اذا كان شراب الجنه فهو لا يشفي لان الجنه ليس فيها امراض. نعم. يعني حتى القران ما خصناش ندخلوه لبيع وشراء. نعم. يعني وهذا الشخص مع الاسف، هذا الشخص اللي جبد هذه الايه عنده ثلاثه شركات الانتاج. خصنا الناس العليين، لان لا يمكن ان نتغاضى على هذه الاشياء. لماذا؟ لان المجتمع ديالنا عندنا اعشابنا وعندنا منتوجاتنا وعندنا ثقافتنا الغذائيه، والمغرب هو اولى البلدان، ماشي العربيه، جميع البلدان هو اولى البلدان باش يكون فيه اشياء طبيعيه واشياء جيده. هو اولى البلدان باش ما يكونوش فيه امراض. المغرب اولى البلدان، ماشي سريلانكا مع الاسف. لكن علاش؟ شنو هو الفرق ديال سريلانكا مع الدول الاخرى؟ سريلانكا انها تاكل النبات وان لا تاكل كثير وان تاكل منتوجات المحليه، وسريلانكا راقيه الان في العلاجات الطبيعيه. طبعا عندهم كل شيء من الطبيعه، كل شيء الادويه عندهم من الطبيعه. فممكن هذا الزعتر هو ياتي على قائمه الاعشاب الطبيه، على راس القائمه. يعني من ناحيه السموميه لا يضر كثير، لكن مع الاسف هو فيه التيربينات، والتيربينات فيهم روابط مزدوجة، واحد سلسلة ديال التيربينات معروفة، يعني الإخوان ديال الكيمي ديال الكيمستري كيعرفوا شنو هي التيربينات. والتيربينات هذه كتكون سامة إذا كانت بتركيز عالي للكبد، تسمم الكبد إذا كانت بتركيز عالي. نعم. هذه. لكن يبقى الأشياء اللي قلت كيلاحظوا الناس أنني ما تكلمتش على زاوية الطيارة، لأن اللي تكلم على شي عشبة يجبد لنا الكروماتوغرافي أشنو فيه. فيه البورنيول، فيه التايمول، فيه كارفاكرول، فيه بي سي فين، فيه بيمينان، قدروا نحفظوا كاع كل شيء، روز مارينيك، فيه شوية الكافيك، فيه شوية التانيك. نعم. هذه كلها يعني علي القائمة فيها تقريبا كذا 20 مكونات. ولكن هذه ليست مهمة لأنها تكون على شكل أثر. لما نستهلك مثلا واحد الخمسة العراش ولا ستة العراش ديال الزعتر من الزعتر، هذه لا تكون فيها كمية من زيوت الطيارة مهمة، لا تكون كمية كبيرة، إلا استعمال هذه الزيوت بطريقة مرشدة، طريقة طبية مراقبة. ويستعملها طبيب متخصص في الطب النباتي باش نكونوا واضحين. حيت العشابه عندهم تجارات الاعشاب وليسوا اطباء. العشابه اللي كيعطي وصفات للناس خصهم يتقوا الله، ما نقولوا لهم لا قانون لا والو، يعني لا كلمه اتقي الله هي اللي واعره. خصنا نقولوا لهاد الناس اتقوا الله، يعني لان هناك علم وهناك جهل، لان هاد اي عشبه لما ناخذوها فهي فيها كتب وكتب، لان هذا المشكل ديال الزعتر الا كثروا منه الناس اللي عندهم كبد هش ولا عندهم تراكمات ديال الكيتونات في الكبد ولا اللي عندهم مشكل ترانزامينات طالعين ولا عندهم، يعني غادي يكون عنده يعني هذه سيؤدي الى كارثه. يعني من الاحسن الناس يتفهم اذا كان هناك الناس عندهم شويه الفيلور اللي عندهم قصور كلوي. نعم. وباقي ما عرفوش عندهم قصور كلوي ومازال ما عارفين وش بداو تاخذوا الاعشاب، لان ما غاديينش ياخذوا غير زعتر، غادي ياخذوا زعتر واعشاب اخرى. غادي يكون كارثه على مستوى الكليه. اكيد خاص الناس ينتبهوا لهذه المسائل. انما القسط والكميه دوز الغذائيه اللي عرفوها المغاربه ملي كيغليو شويه زعتر في الماء ويشربوه. نعم. هذه جيدة، هذه لا تضر ولا تسمم ولا تعالج، فهي تساعد الجسم. نعم. تساعد الجسم، تزيد شوية في مناعة الجسم. نعم. تزيل بعض الألم كما تفضلتي في المقدمة. نعم. وكيساعد على الهضم خصوص ألم البطن. نعم. ولكن فقط. أنها تعالج، فهذه الكلمة تعالج كلمة قوية. قوي يعني كان روحنا بين مزدوجتين فيما يخص هذه الأشياء هذه. هذا الزعتر كما قلت ركزت على مضاد للأكسدة. نعم. وصفته الطبية، لماذا صنف مع الأعشاب الطبية؟ صنف من أجل هذه الخاصية، لأنه مضاد للأكسدة. ولماذا مضاد للأكسدة؟ لأن فيه المضادات للأكسدة، المواد الدابغة. يعني باش ما ندخلوش في تفاصيل الناس، نبقاو بوليفينولات مع الفلافونويدات مع يعني الألكالويدات. هما الألكالويدات هي اللي ملي كنطبخوا واحد اللي كنغليو واحد العشبة مع الماء، هما الألكالويدات هما اللي كيجيونا مع الماء، الألكالويدات والمواد الدائبة في الماء.
ملي كنقطروا واحد العشبه طبعا هذيك الاشياء الطياره اللي كتبخر مع الماء هي اللي كنحصل عليها على شكل خالص بير. ولذلك خص الناس يعرفوا بان ملي كنقطروا واحد العشبه ما كناخذوش منها 100%، ناخذ منها 5 و10 و15% فقط، كناخذوش منها 100%. هذه كيلاحظوا الناس على هذا الزعتر هذا على 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 حسب المناطق واش يعني هنا عندنا الزعتر والصعتر بالسين وبالصاد علين، المهم كيف ما كان الحال الناس غير هو فرق ما بين لوريغون اللي كيسموه لوريغون ولو تان يعني تايم، نحن نتكلم على لو تان تايم، وهذا تايم هذه يعني هي موجوده في كل الدول خصوص الدول المتوسطيه يعني من اليونان موجوده في قبرص من ايطاليا موجوده في اسبانيا يعني جنوب اسبانيا وكذلك جنوب فرنسا موجوده في يعني في تركيا، تركيا فيها كذلك يعني الزعتر بكثره، ثم الدول العربيه يعني هذه دول العربية كلها المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط. والدول المغاربية يعني تونس الجزائر المغرب هما اللي فيهم هاد كمية كبيرة من هاد نباتات اللي من الزعتر، وهو سبحان الله هاد الزعتر مصاحب لسلسلة الجبال من المغرب حتى لتونس. الأطلس التلي في الجزائر وهادو الجبال تونس خصوص الشمال والتونسي الشمال الوسط والشمال التونسي، ثم جبال الأطلس من الأطلس الكبير والمتوسط والصغير، هذه كلها يعني الجبال سبحان الله هذه كلها يعني غادي معها الزعتر في الجنبات يعني، وما كان بتش في الجبال بكثره ولكن خصوص يعني شوف منطقه حنيفره مثلا عيون مربيع مثلا هذه هي المنطقه اللي عندنا في المغرب الخزان ديال الاعشاب الطبيه جيد خزان يعني من ازرو حتى الحنيفره علينا هاد الاسامي في المغرب توريرت وازرو وريكا وأزيلال وأزود والمسائل هذه كلها مسمية على الجغرافية المغرب مسمية على الطبيعة، لأن الأمازيغ كانوا كيسميوا على الصخر وعلى الواد وعلى التل وعلى البركة وعلى المواد يعني أسيف، والأزرو هو الصخر يعني علين العين كيسميوا دائما على الطبيعة العين والصخر والجبل والواد والتل والسهول والبركة يعني كيسميوا على هذه يعني الهاد يعني هذه اللي احنا حتى ايمين تانوت يعني فم الحفره هذه ايمي هي الفم، وهما هذو سكان الاطلس هذو الامازيغ كانوا كيتجاوبوا مع الطبيعه يعني لرديتي البال الاغاني ديالهم ديما فيها الجبال وديما فيها الاشعار يعني كانوا كيتجاوبوا مع الطبيعه دائما هذو يعني كيتاثروا بالطبيعه وكانوا كيحفظوا الطبيعه مزيان، والدليل على ذلك ان التسميه الان ديال جميع الاعشاب المغربيه بالامازيغيه يعني تسرغينت وتسكرا وتيرنطا وتيمطا وتيميجا هذه كلها يعني غادي نشوفوا اغريس غادي نشوفوا مثلا هذه الاشياء كلها اسماء امازيغيه اسماء امازيغيه هذه وعلو اسماء اخرى يعني اسماء اخرى اللي احنا متداوله عندنا بالعربيه هذه فهاد الاشياء على دليل على اولا على اننا هاد الاعشاب معروفه في الثقافه المغربيه وداخله يعني داخله في الثقافه المغربيه وداخله في الثقافه الغذائيه المغربيه يعني كاين الناس كيطيبوا بها وكيعرفوا بحال تمرسيت وتيميجا علين يعني فوريكا تيسموها تيميجا في بولمان في صفرو تازوطا وهذاك الشيء تيسميوها تمرسيت منطقه من مولاي ادريس علين من مولاي ادريس حتى هذا هي سميتها هذه تمرسيت وهذه كانوا كيخبزوا كيعجنوا بها الخبز ولو بقاو المغاربه يعجنوا الخبز بتمرسيت وتيميجا هذه ما كانش تظهر عندنا اعراض على مستوى الجهاز الهضمي. عجيب. من المستحيل. لان هذه النبته هذه محفزه اولا هي تدير الصفراء ديال المراره. وهذا جيد للهضم. نعم هي تحفز البيبسين في المعده وهي تحفز كذلك الانزيمات على مستوى الامعاء. وهي تقتل الكانديدا يعني مطهره الجسم هي عندها احنا ملي درسنا بحال شي مضاد حيوي الانتي مايكروبيال اكتيفيتي هذه الباور وجدنا على ان يعني اول القضاء اولا على الخمائر الكانديدا هذه يعني وكاعشاب كثيره اللي عندها واحد قوه مضاده للخمائر يعني من القرفه من الثوم يعني من هذه الزعتر من الاشياء كثيره وكذلك بعض الطحالب البحريه هذه سيستوسيريا تاماريسيفوليا اللي كاينه في وادي كم هذه البحث اللي نشرناه يعني هذه مضاده للسرطان والبحث اللي نشرناه هو نشرناها يعني هي كابحه للفطريات ماشي للفطريات يعني كابحه لانتاج التوكسينات المايكوتوكسينات من طرف الفطريات. نعم. يعني بهذا تعمقنا شويه باش نشوفوا ماشي علي ان الفطريات غير مضره، اما التوكسينات الفطريات هي اللي مضره.
إذا كان واحد الفطر وخا إذا حتى إذا نما يعني كان ينمو على الأغذية إذا لم يمثل أو يفرز توكسينات فهو ليس خطير. حتى ولو خل كيشوفوا الناس هذاك اللون ديالو الشكل من ما ينبوع على المواد الغذائية هذيك اللي كنسموها الغملة ولكن إذا ما كانش توكسينات هو ليس خطير. إنما ملي كتكون توكسينات تما فين كاين المشكل يعني لهذا. وكيكونوا التوكسينات على الخصوص في المواد النشوية في الكسكس في هاد العجائن في الدقيق في المسائل هذه هو اللي كيكونوا فيها. لماذا؟ لأن هو احنا كان عندنا في المختبر النشا ستارش هذا الاميدان ستارش هو كيمتص السموم السمومية. يعني ملي كان نديروا احنا تجارب المرات ملي كيكون معها الستارش كيكون ديك القوة ديال هذيك المركب اللي غادي ندرسو كتكون القوة كتنقص مع الستارش وكتنقص مع الأغار مع هذا المجمد اللي كنستعملوه في المختبر. الأغار كينقص من السمومية ديال هذا ولذلك ملي كنبغيو ندرسو حنا كننقصو حتى من تركيز ديال هذاك الأغار كننقصو من تركيز ما كنعملوش 15 غرام في اللتر كنعملو قل 7 كن 6 و 7 باش ما يمتصش لنا هذيك القوة اللي غادي ندرسو ديال هذا المركب. وهذا الزعتر أجريت دراسات كثيرة يعني ولكن دراسات إن فيترو ماشي إن فيفو. جميع الأعشاب مدروسة إن فيترو. كاين بحث ثلاثة الأبحاث اللي درسناهم حنا إن فيفو. علاش؟ لأن حنا عندنا تغذية علم تغذية وعلم تغذية كيخول لنا من الأخلاقيات البحث. عندنا الحق أننا ندرسو إن فيفو لأن ما كنعطيوش مواد سامة لأن ما غاديش نجربوا واحد الدواء عتصنع. يعني الناس كنعطيهم نظام غذائي كنوصفوه ليهم كياكلوا من بعد كنديروا بحال زيت هرقان مثلا زيت هرقان التجارب جريناها إن فيفو في المنطقة ديال سوس جريناها إن فيفو على عينة كبيرة ديال 350 مرة تقريبا القضية ديال الهيبرتانشن على مع أمراض القلب والشرايين. كاين تجارب أخرى عملناها إن فيفو ولكن على الفئرة ليس على الإنسان. إن فيفو على بحال مثلا الخميرة البلدية البلدية عملناها إن فيفو قضية ديال الأنيميا ديال نقص الحديد. فهذا الزعتر كاين دراسة دارت في الله في الكليات بني ملال على المشكل ديال أبتوب تعملت إن فيفو. هذا النبات نبات الزعتر يكون من منطقة سوس هذاك الصغير ولا يكون من منطقة بني ملال اللي كنسميو الزعتر التادلة ولا يكون منطقة فاس مكناس فاس كذلك ومنطقة لوكوس من جهة بركان ومن جهة تافوغالت والمسائل هذه كذلك في منطقة فيها الزعتر يعني حتى الوجدة يعني كاين الشمال طنجة حتى الإرفود كاين تما هذا الشيح كاين الزعتر كاين أمراض يعني كاين من جهة الحسيمة علاش تسمات الحسيمة الخزامة هي المنطقة مقتبسة من الخزامة يعني من هذه وهي في المنطقة فيها أعشاب طبية يعني هذوك التلول التلال ديال 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 الحسيمه فيهم الشاون كذلك من جهه مقرصات وببرد كذلك من جهه وزان كذلك من جهه تطوان كذلك من جهه بني عروس ومن اللي كنطلعوا للجبل كنلقاو اعشاب جيده من التنسيف في مراكش عليه كاين نباتات كاينه في مراكش ما كايناش في الجبل مثلا في تطوان بحال الغسول هذاك الاشتان نبات الاشتان ما كاين في التنسيف وكاين الحجه مثلا كنلقاوها في المغرب كله حتى في الجنوب المغربي الحجه كاينه يعني فكاين واحد العقايه واحد النبات ديال الزيغوفيلوس اللي كاين مثلا في العيون وفي بوشدور سميتو عليه تما موجود غير هو يغطي الارض هذا نبات رائحته جيده طيبه رائحته زكيه ومن النباتات العطريه ومن النباتات الطبيه وهو نبات جيد والناس ما كيستهلكوش لو كنا نعملوه على شكل شاي في المغرب ما كناش نستوردوا الشاي لو كنا نعملوا هذه الاشياء يعني هكذا خاص النظره تكون يعني خاصها تكون عندنا نظره استراتيجيه ونظره لاعاده النظر فيما لدينا باش نستعملوه. كاين سؤال هل هناك زعتر بري او رومي يعني هذا هو السؤال. لا نعم هذا المصطلح نبغيه يبقى المغرب خص تبقى مصطلح بلدي ورومي عند المستهلك المغربي خصو يبقى لأنه هو القياس اللي كيعرف به شنو يشتري من ماذا يشتري من السوق خص يبقى في الثقافة البلدي والرومي خصها تبقى في الثقافة يعني حتى هادو الأمازيغ عندهم أرومي وعندهم أسمي حتى هما كيسميو الأشياء اللي فهذا رغم هما أرومي كيقولوا على الإنسان على الأجنبي هذا فهذا الزعتر البلدي ولا الرومي هو كاين الزعتر اللي الآن كاين البري هو اللي كاين بتلي وحدي غابوي كنسميه الغابوي او هو البري غابوي طبيعي هو البلدي وكاين هذا الزعتر المزروع اللي كيزرعوه الغير حيد دابا كاين زراعه ديال الزعتر بحال مثلا جنوب فرنسا فرنسا دابا منتجه للزعتر لعشان اخذته من المغرب من منطقه ديال ورزازات ومنطقه مرساي هذه من الجنوب الفرنسي فيه الزعتر موجود وهذا الكيموتيب مغربي اللي عندهم ودابا في السوبر ماركت في فرنسا
موجودين مملوء بالزعتر. وكيلاحظوا يعني كاينين النساء كاين مغربيات اتصلوا بيا كيقول لك بان ما عندوش نفس الرائحه. طبعا ما عندوش نفس الرائحه المجلم وما عاهدوا هذا الزعتر خصوصا عندنا ديال الجنوب. نعم. يعني منسوس حتى الايت بعمران وهذيك المنطقه هذيك حار نعم. وكتكون عنده رائحه زكيه. هذا الزعتر حتى في التجارب ديالنا لقينا بان عنده المفعول هذا ديال سوس عنده مفعول على السرطان اكثر من المفعول ديال الانواع الاخرى الكيموتيب الاخرين اللي كاينين في عكراش. هنا في الرباط كاين عكراش كاين فيه هذا الزعتر, في الشاويه كاين, في سطات كاين الزعتر, كاين في كل المناطق. ولكن هذا الكيموتيب هذا النوع اللي كاين في سوس هو عنده مفعول ثلاثة الأضعاف القوة ديالو اللي كاينة عند الزعتر التدلوي واللي عند النوع الآخر اللي في المناطق الأخرى في المغربية. عندنا كذلك كاين دراسات اللي كاين أنواع في الجزائر وفي تونس هو نفس الأنواع اللي كاينة في الأطلس المغربي. الفصيلة اللي كاينة في خنيفرة هي حتى العيون ومربع أزرو هي الفصيلة اللي كاينة في تقريبا في هذا الأطلس التلي في الجزائر واللي كاينة كذلك في الشمال التونسي. نعم. في الوسط وفي شمال تونس عندهم هذا النوع اللي أنا كاين إخوان هذو ديال تونس اللي كنسول أنا على هاد الأشياء هذو. نعم. وكاين عندهم نفس الأشياء اللي عندنا في المغرب. ولذلك كما قلت هو نبتة مغاربية بامتياز عندهم في تونس وفي الجزائر وفي المغرب. كاين الزعتر ديال هذا العسل الزعتر كاين في اليونان كاين في إيطاليا كاين في جميع الدول المتوسطية. والغريب يعني اللي استغربت ليه ان عسل الزعتر في اليونان ما غاليش ثمن عادي. عادي نعم لان يعني عندهم بكثره هما عندهم كثره وثمن عادي جدا ثمن عادي. هو العسل الوحيد اللي ما كيتجمدش سبحان الله. هو ملي هذا كيبان شويه داكين ولكن ملي كيتفرغ في الصحن كيبان احمر. نعم. هذا العسل عسل الزعتر كيخلي اثار ديال اللون الاحمر في يعني في, 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 في الاناء. وهو العسل الوحيد الذي لا يتجمد هو عسل الزعتر. نعم. هذا يعني جميع أنواع الزعتر تتجمد. نعم. ويجب أن تتجمد. إذا لم تتجمد فهي ليست عسل. نعم. فهي سكر. سكر. لأن هذا الزعتر العسل الطبيعي يتجمد. هذه معروفة أن في فرنسا مثلا ولو كيكتبوا على التعليب ميل كي كريستاليز باش الناس يعرفوه يعني من لانه راه حر لانه راه حر. هذه من قبل ما كانش المستهلك كان لا يحب هذا العسل اللي قاصح. مازال عندنا في المغرب كاين ناس ما كيبغيوش. نعم كيبغيو يكون سائل. العسل اللي كيتجمد هو العسل الجيد كنقولوا كيضرب. نعم يعني ملي كيضرب في الاناء كيقبط مزيان وكيشد هذا يعني هذا دليل على انه عسل جيد. هذا فهذا الاستعمال العسل هو المهم. استعمال الزعتر هو المهم. نعم. استعمالات الزعتر المغاربة كيعرفوها على شكل شراب. نعم معروفة على شكل شراب. نعم. ولكن هل يطبخون به؟ لا قليل. ربما كيزينوا به الأطباق من الفوق ولا. إذا طبخوا بالزعتر وكان نعم. الطبخ يأخذ وقت طويل بحال الطاجين يجب أن الطبخ خاصو يأخذ وقت طويل يكون على درجة 95 ولا 100 درجة غلية الماء. نعم ويكون ياخذ وقت يعني تكون هذيك النار تكون هادئه مهيله مهيله شويه ما تكونش يعني قويه. نعم. وياخذ وقت يعني بحال يعني انا شفت مناطق في الاطلس مازال عندهم هذا الطبخ ديال الطاجين اللي كياخذ ساعتين وثلاثه. نعم. وكاينه واحد عندنا واحد طبخ وحيد اللي معروف في المغرب ومشهور هذه الطنجيه ديال مراكش اللي كيخليوها وقت طويل وكيخليوها في ديك النار اللي كتبقى في الفران اللي كيخبزوا فيه الخبز. نعم. هذا الاكل اللي كياخذ وقت طويل وعلى حراره يعني ماشي مرتفعه هادئة. كيكون سهل الهضم. نعم. اذا طبخوا الناس هذا الطبخ هذا الى اضافوا الزعتر كيكون الامتصاص 100% وكيكون الهضم 100%. يعني اللي معروف هو ان الهضم 100%. نعم الشماليين هما اللي كيديروا مع الحوت. نا يدار مع جميع الاطباق هو. نعم. هذا الزعتر يتعمل يعني كانوا علين حتى مع الخبز تبع الخبز يعمل. نعم. يعني مع الحساء يتعمل مع كل شيء هذا الزعتر كانوا المغاربه كيعملوه مع جميع الاطباق. نعم. لماذا؟ لانه هو قضيه ديال الانيميا. نعم. هذا مهم جدا لان غادي نتلقاو بحال المقدمه كما تفضلتي هذه اشياء يعني جزاك الله خيرا هذه هي الاشياء معروفه. نعم. وهي الاشياء اللي كيتشبتوا بها الناس فعلا. الذي لا يتشبت به الناس هو أن الدور الزعتر الغير مباشر في الامتصاص. نعم. كاين الناس اللي عندهم أنيميا ملي كتقول له خذ الزعتر تيقول لك ما فيش الحديد. لأن ماشي الحديد اللي ناقص في ليس الحديد هو الذي ينقص في الوجبة إنما الامتصاص هو الذي ينقص. إذا شجعنا أو سرعنا الامتصاص أو قوينا الامتصاص طبعا ليس هناك أنيميا وليس هناك هشاشة عظام وليس هناك توتر عصب. أكيد. لأن غادي يكون امتصاص الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم ما غادي يكونوش هاد الأمراض هذه.
فالزعتر والحلبة والكروية وهيش كين أعشاب تزيد في الامتصاص، ولكن الزعتر هو رقم والحلبة واحد. رقم واحد في يعني احنا عدنا على رأس القائمة. احنا عدنا في علم التغذية أشياء، هذه محفزات في علم التغذية كنعرفوها، يعني اللي كنشوف الامتصاص ناقص والهضم ناقص ويعني كين عجز على مستوى الهضم، يعني هنا الشخص خص الوجبة ديالو يكون فيها الزعتر والحلبة، أقلوها الزعتر. لما لقاش الزعتر يعمل الحلبة، المهم الحلبة كنستعملوها ملي ما يكونش زعتر، ولكن إذا كانوا الاثنين يكون ولكن أحسن. دكتور خاص غير القليل يعني ماشي نعم القليل منه، القليل منه يشرب الكاس ديال الزعتر ولا يتطحن هذا الزعتر يتطحن وياخذه كمسحوق على شكل مسحوق، ملعقة صغيرة على شكل مسحوق مع الوجبة تزيد في الامتصاص. إذا كان أنا كنظن إذا كان يابس وعلى شكل مسحوق يعمل في الجسم أحسن من إذا كان مغلى على شكل منقوع أو مغلى. هنا هذا هو يعني هذا هو اللي الشيء الذي لا يعلمه الناس. لماذا؟ لان دكتور رغم ذلك كاين اسئله في هذا السياق، لان الزياده في الامتصاص هي اللي مهمه. اوكي لاحظوا الناس على ان هذا اللي عندهم مثلا كونستيبيشن نعم اللي عندهم الاريتيتين باول، هذه اللي عندهم مشكل تقرحات على مستوى القولون، واللي عندهم مشكل عدم الامتصاص، واللي مش مغازات نعم هذه البلوتين نعم. هادو من اللي غادي يتناولوا الزعتر مسحوق على شكل مسحوق، مش ليس مغلى في الماء نعم. على شكل مسحوق ملعقة صغيرة أو ملعقتين، يأخذوا حتى ثلاثة اللي عنده زعتر موجود متوفر، يأخذ ملعقة كبيرة. كاين واحد نقطة مهمة لما يأخذوه مع نعم. وجبة الإفطار وفي نعم. المساء كذلك مع وجبة شوربة الخضار ولا مع الحريرة ولا مع شيء يضيف لها، غادي يلاحظوا جيد على أن حد غادي يحسوا بالجسم ديالهم بأن كاين واحد التغيير كيفتحس. طبعا أكيد. لماذا؟ لأن ملي كيتزاد الامتصاص كتزاد قوة الجسم أكيد، ما كيبقاش خمول ما كيبقاش هذا، حتى التونيس هذه وهذه القضية هذه حنا من الأشياء التي نرغم الناس عليها ملي كتظهر لنا أنيميا، ملي كتظهر لنا هشاشة العظام وأنيميا خاص الزعتر حاليا كنعطيو أشياء اللي موجودة عند الشخص في المطبخ. غير هي دكتور أنا ماشي يبقى يقلب على أشياء يعني غابرة نعم. وغالية باهظة الثمن. لقيت يعني الكثير من الناس عبر الشبكة الإلكترونية أن الزعتر يعالج السرطان، لماذا هذا؟ لا يعني كلمة يعالج يعني الزعتر والسرطان هكذا أو يعالج السرطان؟ لا هذا الماركتين، هذا الله ما يجزك بخير، هذا الماركتين. والسرطان يعالج ولكن ما يعالج يعني ما علاقة هذا الزعتر بالسرطان؟ لأنه يزيد في المناعة فقط، لأنه يزيد في الأبوبتوزيس، ملي يطلع الأبوبتوزيس وكيزيد في المناعة طبعا السرطان كيتراجع فقط. هذا هو من جملة الأشياء، مشي زعتر لوحده، من جملة الأشياء. إذا كان نظام غذائي طبيعي نعم. السرطان يتوقف أكيد، لأننا غادي نقطع عليه الأشياء التي تحفزه نعم. قطعنا المضافات وقطعنا البلاستيك وقطعنا المسائل هذه اللي كتزيد فيه، وكثرة البروتينات والدسيم والكوليسترول الأشياء التي تخلف التأكسدات، وهذا طبعا السرطان يتوقف بعدها إذا توقف يسهل علاجه، إذا لم يتوقف لا يعالج. هذا هو المشكل. هذه علاش كاين واحد الخصاص في كليات الطب في العالم، خصاص في علم التغذية، ومن ثم جات هذه القضية ديال الأطباء كي يزربوا الناس اللي عندهم سرطان، تقول لهم أسرعوا باش تعملوا العملية. نعم. علاش؟ لأن عليا هما منطلقين من الأساس الطبي اللي قراوه في كليات الطب، نعم وما طبعا صحيح ما غنكذبوهمش. صحيح لأن طبعا خصو ولكن دكتوري لك أنا ذاك السرطان يعني لو كان هاد كلية الطب دار ساعة علم التغذية وتوقف السرطان أولا ولكن لك أنا ذاك السرطان يعني في درجة أخيرة ثم تعمل جراحة من بعد يكون أحسن، خاصة توقف السرطان أولا. اللي كاين عليه ناقشنا هادشي في مؤتمرات كثيرة ماشي اللي كاين هو يعني معاهم حق، لأن قنعونا بأن بعض السرطان ما كيتكتشف حتى كيكون في واحد الطور متاخر، هذا هو اللي كيكون نعم. درجه اخيره تري يكون نعم. يعني درجه ثالثه نعم. صافي بقى فهنا نعم. ولكن كاين كثير من الحالات اللي منهم الغده الدرقيه نعم. كاين كثير من الحالات اللي كتكون واحد الورم سرطاني ما كيزيدش وباقي في واحد الطور صغير باقي من الأحسن. هذه من الأحسن يبقى تحت المراقبة ويوقف أولا. علاش؟ باش الطبيب يسهل عليه العيج من بعد، غادي يعمل عملية في راحته، ومن اللي غادي يعمل الشيميوثيرابيا ولا حاجة بلا في هذه الحالات دي بلا ما يعمل الكيموثيرابيا يعني غادي تولي غير عملية تجميل. من اللي كيتوقف السرطان غادي تولي عملية تجميل. ولذلك نحن الآن إلى حد الآن من 1982
لا زالت هذيك الساعة لا زال الأطباء هذيك الساعة لا يعترفون بعلاقات التغذية بالسرطان. لا زالوا هذيك الساعة لا يعترفون وما اعترفوا بمشي في المغرب، ما كنهضرش على المغرب، كنهضر على أمريكا ولا، وما اعترفوا بها الأمريكيين ويعني اليابانيين الصينيين كانوا دائما يربطون بين السرطان أكيد، ولكن ما اعترفوا بها عليا في ألمانيا، حتى في ستوكهولم، في السويد، في بريطانيا، في فرنسا، في جميع الدول هذه الغربية اعترفت بعلاقات التغذية بالسرطان حتى الأواخر التسعينيات، متأخر جدا. أواخر التسعينيات عاد اعترفوا بأن كاين علاقة ديال التغذية مع السرطان هذا. فهاد العلاقة ديال التغذية مع السرطان مازال ما كاينش الحل، ها هما اعترفوا ولكن شنو الحل؟ لما تقول بأن كاين علاقة التغذية مع السرطان وأنت يعني تعالج الناس اللي عندهم سرطان، ولا طبيب جراح ولا شيء تعالج الناس اللي عندهم سرطان، وأنك لا زال هؤلاء الأشخاص يتناولون نفس الأغذية التي سببت لهم سرطان، ما يجدي علاجك، ما لا يجدي لا العملية ولا الكيميوثيرابية ولا، يعني بغيت نخليه هذه حتى على الأخر باش يعقلوا عليها الناس، أن الزعتر من النباتات اللي داخلة في الثقافة الغذائية ديال الناس. النقطة الأولى أن يتناولوها مع النظام الغذائي هو مصحح، ما يكون شخص سليم خصها تكون داخل النظام الغذائي من الأطفال حتى النساء، نعملوها مع الشاي. ثانيا ممكن نضيفوها للشاي لما يصاب الشخص بمرض، إذا توقف عن استهلاك المواد المؤدية إلى المرض وأدخل الزعتر من جملة أشياء أخرى، الزعتر والحلبة والسانوج والسكينجبير والمسائل كلها داخلة، هذه كلها محملة بالمضادات والحمض الأوميغا 3، زريعة الكتان، السنجلان، السمك عوض اللحوم، توقف عن اللحوم. دكتور أنت ملي كتقول الزعتر الحلبة السانوج السكينجبير الناس كيعتبروها خلطة؟ لا ماشي خلطة، هذه ثقافة غذائية. إذا كيفاش يستعملوها؟ الحلبة الناس كيلوحوها في الحريرة، كيرميوها في الشربة، كيرميوها في الرفيسة، كيديروها في الطاجين، ما عنيش مشكل، كيستهلكوها الحلبة كتستهلك هكذا. إحنا الغالبية كيديروها خلطة مع السانوج مع الزعتر مع يحملوها الشخص في سيارتي، الحلبة كتستهلك عشرات الحبات ولا 20 حبة في النار يعملهم في فمه ياكلهم، ماشي ممكن نضيفوها الخبز علاش لا؟ نعم جيد، هذه الأشياء هذه النساء مثلا من يروبوا الحليب في البوادي مثلا، البوادي ولا فيها امراض تاعي بحال المدن، ملي يروبوا الحليب اللي غادي يشربوا هذاك الرايب البلدي ما يعملوش سكر، يعملوا حب رشاد، خليه رايب بدون سكر يعملوا معاه حب رشاد. وليش دكتور ما نضيفوش ليه العسل؟ لا عسل مع الرايب لا، لان في مشكل ديال الهضم لا، لان هو غادي يكون بعدا مهضوم، لان ملي غادي يروب راه غادي تهضم، ما كاينش مشكل، ما محتاجينش معاه العسل، لا نحتاج عسل مع منتوجات الحليب، لا نحليه ولا يعني منتوجات الحليب يجب ان لا تضاف الى اي سكر. أنا ملي كنشوف الناس كياخذوا حليب في المقاهي كياخذوا حليب وكيضيفوا ليه السكر، هذا سلوك خاطئ. هذا الحليب لا يضاف إليه سكر، مشتقات الحليب حتى الصناع الآن اللي كيحاولوا عليين، كاينين دابا صناع الحليب مثلا كيحاولوا يعملوا لنا اليوغورت مسوس بلا بدون سكر، موجود هائل موجود، أنا نشجعهم هائل هائل، ولكن الأطفال اعتادوا بعض المشروبات ديال الحليب فيها السكر وفيها ملون وفيها أشياء، يعني لا دكتور دابا غالبية النساء كيحاولوا أنهم يسمعوا النصائح ديالكم ولكن كيضيفوا في عوض بالنسبة للأطفال عوض السكر كيديروا لهم ملعقة عسل. ما ممكن عليه ما لا لا يضر، ولكن الطفل ما يمكنش يشرب لا يضر، ولكن لماذا؟ هذا هو زايد زايد فقط. لا ولكن إذا كان عسل، إذا كان دكتور عسل حر غيكون مزيان، والزعتر الزعتر ما يشربوش الأطفال ما يقدوش عليه. كاين بعض النساء انا لا يمكن كيديروا مع الاتاي. نعم نعم، يكون مع الشاي، يكون مع الحليب، يكون مع الويزا، يكون مع العصير، لماذا لا يضيفوا لي العصير؟ يكون مع الطبيخ، يكون مع اي شيء. ولذلك هذه الاستعمالات اللي نتكلم تاع الاستعمالات ديال الزعتر، هو الا تستعمل الزعتر كله ما يرميوش، هذيك المسائل كيغليوه في البراد ويرميوه، الا تستعمل كله هائل 100%، الا تغلى ولا 60% 50% ما بقاش كله، إلا استعملوا الزيوت ولا 30%، ما بقاش يعني. فالرغم أن بعض الحالات إحنا داخلة في الأروماثيرابي، لأن هذه الإسانشيال وايز كاين زيوت هذه الطيارة ديال النباتات اللي ولات تستعملتها هي في الطرق العلاجية، ولات تستعملتها هي عندها واحد القوة كابحة، ولكن خص يكون متخصص، لا يمكن أن تستعمل هكذا. علاش؟ لأن كاين واحد التركيز إلى مشاحتة، مثلا نعطيك الزيت ديال السانوج. الزيت ديال السانوج أنا غير مقبولة بجميع التراكيز بالنسبة للأطفال، لأن من المستحيل تعطي واحد التركيز لا يضر الطفل، يعني شي واحد غادي يقول لي قطيرة، قطرة هي تقريبا عشرات الأضعاف الكمية اللي خاص الطفل يتناول،
حتى ولو عمل قطرة مع لتر الحليب فهو كبير كثير جدا للطفل. للطفل تكلم على الطفل. نعم. وغادي يحدث له انزعاجات على مستوى المستقيم. يعني كاينين الأطفال اللي عندهم البواسر اللي عندهم البواسر الآن من هاد كثرة استعمال السانوج وكثرة استعمال هاد الأشياء هذه، لأنها هي ترهق القولون. علاش؟ لأن ما كتمتصش وكتمصل للمستقيم. هذا هو المشكل صحيب. فالزعتر بالطريقة بالقدر اللي كنتناولوه ليس سام، أكيد الزيوت ديالو مسمومة. إذن هو كيكون إلا استعملناه يعني يابس نبتة مسحوق نبتة مع الأكل ماشي. مع الحساء مع أي شيء ربما مطحون الآن يكون مثلا زيان. في الدار البيضاء دابا 100% ديال العشابة الآن كيخلطوا العسل مطحون مع الزعتر مطحون مع العسل. نعم اوكي معلي. كيضيفوا اشياء اخرى مع الناس ولا كيزيدوا هذوك الزيوت ولا حاجه، وتيقول السيد هاك راه غادي تعالج هذه. لا، هذه ليست ثقافه غذائيه مغربيه، هذه اشياء ماركتين تجاريه دخلت المجتمع لكسب الفلوس المال فقط. اما الثقافه الغذائيه المغربيه فكل شيء النساء المغربيات وكل شيء نساء العالم ماشي المغربيات كيعرفون شنو هو الزعتر، كيعرفوا الزعتر، كيعرفوا القدر اللي كيتستهلك وكيعرفوا كيف يستهلك. ما يعني بلا ما حتى الفم. نعم جيد. هو الا تم ضغ ملي كيكون باقي طري خضر في شهر 4 وشهر 5. نعم شهر 4 وشهر 5 هو يزهر في شهر 5 شهر 6 يزهر. نعم اذا خذوا الناس هذا الزعتر ومضغوه غادي يلاحظوا واحد الرائحه ديال الفم زكيه. لا غادي يزول رائحه الفم. اه وفين غتولي عندك مذاق الدرس غادي هذا اللي يكون عنده الم الضرسه ملي كيمضغ الزعتر ما كيبقاش عنده الم، لانه مسكن هو هذا اللي هذا هذا للالم. ثم كاين اشياء مطهر. اخرى مطهر. هذا هذه هذا النبته هذه العشبه هذه دكتور لقاونا شي علاقه كما قلنا العلاقه ديالها مع السرطان. هي ليس ماشي الزعتر اللي كيعالج السرطان، هي الطريقه هي التي تعالج السرطان. لما نتوقف عن استهلاك السموم عن استهلاك الاشياء الخطيره ثم ندخل هذه الاشياء اللي هي من المفروض تكون داخل النظام الغذائي ماشي حتى المرض حتى الشخص حتى يصاب بالمرض. اذا كان هذه الاشياء تستهلك مع النظام الغذائي غادي يكون الشخص عنده امتصاص جيد وما غادي يكونش عنده يعني تراكمات داخل الجسم وتأكسدات كذلك، خصوص تأكسدات لانه هو مضاد للاكسده الزعتر عليا الزعتر ونباتات اعشاب اخرى تكلمنا عنها. هنا كنفرق ما بين الاعشاب السامه الاعشاب التي تدخل في ما يسمى بتاع الشاب تاعنا بالامازيغيه وما بين الاعشاب اللي داخله مع التغذيه. نحن نتكلم عن الاشياء اللي داخله مع التغذيه للناس يعرفوها وعارفين كم وكيف تستهلك. اذا كان داخل الزعتر ماشي يخزنوه الناس يخزنونه في المنازل حتى يصابوا بالزكام، يجب ان يستهلك مرتين وثلاثه في الاسبوع يستهلك. وكل ما يعني اتيحت الفرصه ديال شي وجبه اللي ممكن المرض تضيف هذا الزعتر تضيف الزعتر. نعم. هكذا على شكل مسحوق ولا على شكل مغلى يعني ماء الزعتر. دكتور قبل ما نختمو كاين عندي واحد جوج ديال الأسئلة. هناك سيدة الاسم إنصاف الكاموني تقول هل طحن الزعتر يفقده شيئا أو شيء من منافعه؟ لا إذا كان يابس لا. لا أظن. إذن هناك نعيمة أماغار تقول السلام عليكم، ما فائدة نبتة الزعتر للجسم وهل يمكن أن نعتبره مضاد حيوي واسع المجال وهل هناك ضرر من غليه فوق النار؟ أرجو أن تفيدونا أكثر للاستفادة من هذه النباتات. عنده قوة كابحة لجراثيم ومطهر الجسم. نعم. مطهر ويعني حابس للتأكسد. يعني أنا ركزت على التأكسد لماذا؟ لأن هذا البحث عندنا حتى اختراع. نعم عندنا دابا اختراع مسجل، براءة اختراع مسجلة في حفظ زيوت. نعم. زيت الزيتون مثلا في حفظ زيت الزيتون بهذا الأعشاب بالزعتر يعني بمضادات طبيعية لأن البيعش يمكن نضيفوه الزيت الزيتون. نعم ولذلك كانوا المغاربة كيضيفوا السمن باش ما يتأكسدش. نعم. وزيت الزيتون ممكن الناس يضيفوا ليه زعتر. نعم. ماشي 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 زيوت زعتر، لا زعتر هو. نعم. اللي عنده مثلا الزيت مخزنها في شي إناء على 20 لتر ولا 30 يدق هذا الزعتر يدقه يخليه بعد يطلقه في الزيت. حيت كاين انا كنت كنشوف بعض القنينات فيهم وريقات ديال الزعتر حتى المعصرات. نعم. ومع الاسف ما كيكونش الزعتر الوقت اللي كيطحنوا الناس الزيتون. نعم. اما كو كان الزعتر يكون هكاك طري ويطحنوه مع الزيتون يطحنوه مع الزيتون كيجي الزيت الزيتون
منكه بالزعتر رائع الطريقه. نعم ولكن ما كيكونش كيكون يابس يعني ما يقدروش الصناعي يعملوه كيكون يابس الا نعم. يلقاو طريقه عاليين. والان البيوت كلها فيها زيت الزيتون هو اللي كنت كنطلب انا اللي كنت كنتمنى في حياتي. نعم. جميع البيوت دابا فيها زيت الزيتون والام اصبح يستهلك. نعم الاطفال كنت كنركز على النساء يعطيو زيت الزيتون للاطفال دابا بداو ان كيتصلوا بيا الناس بداو الاطفال كيفطروا بزيت الزيتون مع الصباح. نتمنوا دكتور الأجبان زيت الزيتون. نعم. في المساء ملي يجيو الاطفال الام كتحضر لهم كل شيء الا تحط لهم زيت الزيتون. نعم. تعمل لهم كيكه ولا تعمل لهم شي حاجه هذه تضر الطفل. طبعا دكتور كنتمنوا ان نصائحك يعني تفيد الجميع ويطبقوها ومنها نبته الزعتر يستعملوها بكل امان خاصه اذا ضفناها للشاي والحليب كما ذكرتي. اذا شكرا لكم دكتور على هذه النصائح القيمه. شكرا للمستمعين الكرام الذين ساهموا معنا في هذه الحلقه بالإصغاء وطبعا لمرتادي صفحة الفيسبوك أشكرهم جزيل الشكر على أسئلتهم واهتمامهم. شكرا لمخرج البرنامج أحمد الفلاحي. أذكر أن هناك دائما إعادة لهذه الحلقة كل يوم الثلاثاء على الساعة 9 مساء. لكم مني لطيفة الصمدي أجمل تحية والسلام عليكم.